بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. أعزائي وأبنائي، طلبة المرحلة الثالثة من قسم التاريخ مادة الحضارة العربية الإسلامية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وموضوعنا اليوم يتعلق بالعلم، والعلم هذا هو أساس كل معرفة في على مر التاريخ. ولدينا قبل العلم هناك مصطلحات ينبغي أن نأخذها على يعني كونها متشابهة مع العلم، وكون العلم هو أس كل هذه المصطلحات. فالعلم والمدنية والثقافة والتراث، هذه مصطلحات تتداخل في مفاهيمها وتترادف وتتزاوج وتتعانق فيما بينها وتختلط مفاهيمها فيه. ولغرض فك هذا الارتباط في التعانق وفي التواشج بين هذه المصطلحات، ولأجل الوقوف على كل هذا، على يعني الفرق بين مثلا الحضارة والمدنية، والحضارة والتراث، والحضارة والمدنية والتراث، والحضارة والثقافة، ينبغي أن يعني نفصل بين معاني هذه المصطلحات المترادفة والمتواشجة فيما بينها. ولأننا خصينا الحضارة بدراستنا على مدار العام، ولأن جماع كل هذه المفاهيم وأسها هو العلم، فسنأخذ قراءة متواضعة عن ماهية العلم وأنواعه كباب نلج من خلاله لكل هذه المفاهيم، لنقف على تداخل معانيها وترادفاتها في الفعل والمعنى. يعني في بواكير الدولة الإسلامية أول ما اهتم المسلمون بالعلم، يعني أول خطوة خطاها المسلمون في المدينة عندما شكلوا دولتهم هو اهتمامهم بالعلم، ودل على أن المسلمين اهتموا في العلم في بواكير دولتهم أن القرآن الكريم أشار إلى العلم في غير موضع، في مواضع عديدة. فقال الله تبارك وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وقال أيضا: وعلم آدم الأسماء كلها. وقال أيضا جل من قائل: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. والله تبارك وتعالى قال أيضا: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وقال أيضا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال أيضا: وفوق كل ذي علم عليم. وعندما يعني يشير أصدق كتاب في البشرية إلى العلم وإلى أهميته، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أشار في غير موضع إلى أهمية العلم، وكان من بعده أيضا السلف والصحابة وأهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام أشاروا إلى أهمية العلم وكونه لبنة أساسية من لبنات بناء المجتمع الصحي الصحيح على مر التاريخ. فقال النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، قال: تعلموا العلم فإن تعلمه حسنة، ودراسته تسبيح، والبحث فيه جهاد، وطلبه عبادة، وتعلمه صدقة، وبذله لأهله قربة. وقال أيضا: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه علمه، عالم لم ينفعه علمه. والمسلمون على مر التاريخ اتخذوا العلم حتى يفاد منه الناس، وليس حتى يعني يتكبروا به أو يعلو بعضهم على بعض به أو يعلون على غيرهم من الناس. وقال أيضا النبي عليه الصلاة والسلام: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطه، ومن يتق الشر يوقه. ويقول سيدنا الإمام علي رضي الله عنه يعني ترغيبا في العلم وعلوا لشأن هذه يعني الخصيصة التي اهتم بها العرب المسلمون، يقول: ففز بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. وقال أحدهم وهو يوصي تلميذه، قال: أتلميذي دعوتك لو أجبت، إلى ما فيه حظك لو عقلت، إلى علم تكون به إماما لئن أمرت وإن نهيت، وكنز لا تخاف عليه لصا، خفيف الحمل يوجد حيث كنت، يزيد بكثرة الإنفاق منه، وينقص إن به كفا شددت،
لئن رفع الغني لواء مال لأنت لواء علمك قد رفعت، وإن جلس الغني على الحشايا لأنت مراقي التقوى جلست، جعلت المال فوق العلم جهلا لعمرك في القضية ما عدلت، وبينهما بنص الوحي بون ستعلمه إذا طاها قرأت. أما وقد انتهينا من يعني قول الله تبارك وتعالى في العلم، وقول النبي عليه الصلاة والسلام، وقول صحبه وأهل بيته وترغيبهم في العلم، نأتي الآن إلى العلم في اللغة والاصطلاح، كيف عرف اللغويون العلم وكيف اصطلح على تسميته. فالعلم في اللغة علم الشيء يعلمه علما إذا عرفه، و العلم العلامة وهو الجبل أيضا، والعلم هو الثوب والراية، ورجل علامة أي عالم جدا، وأعلم الفارس إذا جعل لنفسه علامة الشجعان. وكان يعني السلف عندما يعني يشتد وطيس المعركة يعلمون أنفسهم بعلامات حمراء يخرجون بها على العدو وهم يتبخترون. فقد تعصب أبو دجانة رضي الله عنه في معركة أحد بإصابة حمراء، وصار يتبختر بين الصفوف، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنها لمشية يبغضها الله ورسوله إلا في هذا الموضع. وأما العلم اصطلاحا هو مطلق المعرفة المكتسبة عن طريق الملاحظة والتجربة والاستنتاج، أي إدراك حقائق الأشياء مسموعا ومعقولا. والعلم بصورة عامة مشاع في أدبيات المسلمين، والعلة في شيوعه أنه اكتسابي وليس ذاتي. وأما تعريف العلم في قواميس العلماء يعرفه قاموس ويبستر فيقول: المعرفة المنسقة التي تنشأ عن الملاحظة والدراسة والتجريب. ويعرفه كارل بيرسون فيقول: يعتبر كارل بيرسون أن ميدانه غير محدد ومادته لا نهاية لها، فالمجموعة من الظواهر الطبيعية وهو الطور من أطوال الحياة الطبيعية ومراحل التطور القديم والحديث، كل ذلك يعده كارل بيرسون مادة للعلم. يعرفه قاموس أكسفورد يقول: ذلك الفرع من الدراسة الذي يتعلق بجسد مترابط من الحقائق الثابتة المصنفة. وأما أقسام العلم فينقسم العلم إلى قسمين: العلم القديم والعلم الحادث. والعلم القديم وهو ما لا يكون مسبوقا بعدم ولا يكون له أول كعلم الله تبارك وتعالى. وأما العلم الحادث فينقسم إلى قسمين هما الضروري والنظري. والضروري بدوره أيضا ينقسم إلى ثلاثة أقسام، هي العلم الحاصل بالحواس الخمس، والعلم الحاصل بالخبر المتواتر، والعلم الحاصل ببداهة العقول كعلم الإنسان بوجود نفسه. وأما العلم الحادث كما قلنا يقسم إلى ضروري ونظري، أخذنا الضروري. وأما النظري هو الحاصل بالاكتساب، ويسمى النظري أو الكسبي، وينقسم إلى عقلي ونقلي. فأما العلم العقلي هو ما يدرك بالعقل المحض كقدم الله تعالى ووحدانيته وكماله وجلاله. وأما العلم النقلي وهو الحاصل بالنص المفسر من الكتاب والسنة والإجماع. وأما العلم الظني وهو الحاصل بمثل الآيات المؤولة وخبر الواحد والقياس. ونصل إلى نهاية مطاف محاضرتنا، ففيه خلاصة، والخلاصة أن تناظر المصطلحات وتداخل معانيها جعلنا نعرج عليها لتبيان معنى كل مصطلح. إن جماع هذه المصطلحات وأسها هو العلم، جماع المصطلحات وأسها هو العلم. وقد اهتمت أدبيات المسلمين مبكرا بالعلم، فوردت معانيه في القرآن الكريم والسنة النبوية وأقوال السلف، وهذا يعني دلالة واضحة على اهتمام المسلمين في بواكير دولتهم بالعلم كمنطلق لكل تقدم ولكل حضارة. ولقد يعني خير سليمان بن داود بين المال والعلم والولد، فاختار العلم فأعطي المال والولد معه.
اختار العلم فأعطي المال والولد معه. وأيضا يقسم العلم كما قلنا إلى قديم وحادث، والحادث يقسم إلى ضروري ونظري، والضروري إلى ثلاثة أقسام، والنظري إلى عقلي ونقلي، ويقسم النقلي إلى قطعي وظني. والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.